ايه ده؟ لا بس ده دي خبطيني. يا حلاوتك. ايه ده؟ شو خبطيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه؟ انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما، ومش طالبه اي عكنان اعمل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه. الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم لا بس لا، ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع. يا معلم يا شو، ما تلم التعابين وتخليها تعدي على خير. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تشوف شغلك، عايزاك تفوق لنفسك، بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضاوية عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه. فوق يا ابو سنه، السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو، احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا، بس ليا صالح برجلي، وانا ليا طلبات، وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عمي عوره، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله باسناني. ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة أمي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لحقيت جوه الفشل ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو، تاني ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قافش يا أخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر أكتر؟ تعال. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيزا. اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيه. حاضر عيني، هسيبك. انا قاعده بره، احتاجتش اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجدة مقدور عليه يا بيزا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس، يا خسارة كل حاجة حلوة بينا، يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عاملة زي النحلة، كل ده من نفسين مش قادرة. يا بنتي افهمي، الدماغ دي هي اصل البني آدم، وهي اللي بتفرقه عن بقية المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء قبلي بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفاية بضاعة والوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها على الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو.
ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي حاكم حلاوتي الشد. ايه؟ هات وخد، هات وخد. خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوه، خلي يبقى عندي شويه نفس اوصل بيهم الاوضه، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات؟ قوي. حس كده بقى. شهريار هيحكي وشهرزاد تطرطق لي الاذن الوسطى. اهو اهو. احبك حافيه. خميس؟ مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه؟ بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقت. كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ كنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. انا ما كبرتي بسرعه يا فوطه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها، العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه. حلو حلو، يخلي الواحد يقول ولا موزونه كده، مش زينا بقى نقعد نطنجن ونجيب كلمه غيره. عشان كده انا عايزك تكملي علام، كملي علام وتقولي لنا. وانا نايم طمنيني، عامل ايه دلوقتي؟ طمني انت عليك وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق، وبرضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج، قول.
المصيبة إن أنا بقول كتير بس أنت ما بتسمعش، وعارف أنت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذة يا حاج علي، كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد إيه من ورا الكلام ده؟ أنت تعرف عيلين من الأبجية، واحد اسمه فتحي فنجان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح، يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعده يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ طبعا انت بقى في القعده بترش بضاعه عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ وانا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا، ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. ما اعرفش بقى يا اخويا، هو ابوك عندك، روح اساله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البت واكله نفوخه. يا بت لا، انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأزق شويه لب وخلاص، لكن يدي سره ويسلم نفسه كده لوحده لا صعب. انتوا متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، ويلك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعه اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عمليه النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايزه اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجه، ما تقوليش الكلام ده، انا عامل ترتيبي على كده ومقضيه مقضيه ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفه لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفه الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفته، انا مش فاهم انت ازاي وافقتي على الجوازه دي. اوه بس ولا يهمك، هنخلص من العمليه دي وبعدين نخلص منها. هي ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب، ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوته بورورم 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 بورورم. بالهنا والشفا يا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي تنجح؟ دي بت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل،
بالعكس افندينا اكيد دلوقتي بيحضر العمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها. ادخل. تمام علي الباشا. خير. في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ خليها تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. اللي اقول يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة اقولة يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي اتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهالفطة فرغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشه في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادره تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزه تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءه كانت غلطه، بدفع تمنها كل ليلة أنا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا أقول لك اتعلمي لك راسة وحبتين دلع كده، فك شوية. فك يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما أنت عارف إني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا أختي. تهت والإناها. أنا أنده للبت سوريا أخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. أسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا، ما تنسيش خليها تعلمك إزاي بتهاوى على الحجر. ممكن أعرف يا أبو سنة لحد امتى هتفضل سايب الماره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا؟ حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه هناك؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه، افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر. مش انا يا معلم اللي هتقول لك الخطر مفندق شبابيكو قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نسك عرفنا؟ ما نسيتش حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه، وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبض رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هكا جمال يا رب. يوما بقلبي لمؤاخذة يعني يحمي راسي همزعه بإيدي وارفصه برجلي. أمال
المولد جاب اخره يا باشا والمولد ده انفض يا باشا وخلص اتعملت تحورني وتدورني الجو خير اتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ اعدل مزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجلة انتاج مظبوطة. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحة بال. طبعا يبقى بالي يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط. لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجه بالظبط. اه والله زي الحكه. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس. انت زي العسل يا باشا، دي امي يا باشا. انت مش عارف ايه يعني، قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براه. ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براه ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي أزرع لها شجرة جدرها واصل لسابع أرض، جدر أصلي. فهمت يا أصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وأنا معرفش. أنا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه؟ يا بت لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بنت. عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما إن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها،
وإذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين آخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يما. بزيادتك أنت، أنت اللي لازم لك قفلة. خلاص القفلة بقت بضبة مفتاح والحكاية جابت آخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحة، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجين له يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا أسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول؟ ايه انت مين لك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي، هحليلك بوقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه، سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه، سكه انت عشان عايز ابقى دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي نبي الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك، ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانت ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه.
ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاة العشاء هكون هنا ونصليه جماعة ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجة. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حاجة. يا معلم أبو سنة، أيوة كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله، كده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان أخد بخاطر إخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب، لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده. انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بلك رايق على الآخر. حكم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهوى والمكشوف للعين، وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه، فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمت كده ليه؟ أنا؟ آه. مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاقي كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده والحجر اتطفى فيك؟ نزوده يا مال. اه. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة. كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشت يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليت دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش. وشعارنا هو الإخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جهز يا روح. بوسي الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟
وزي ما قالوا في الأمثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغة، يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمة برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وأنا رجعت أهو وجاهزة لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ أنا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ أنتي قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمة. اشبكي إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعة واحدة أنا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه إيه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بإيدك وأسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني، مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه، لا خدي دول فتحي شاهين. كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفة من ايه؟ كنت شايفة ايه يا حبيبتي؟ ابوكي؟ الله يرحمه. ايه لازمة الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفة انها تعبانة؟ تصدقي يا حاجة لسه لغاية دلوقتي موضوع ابوها الله يرحمه مقصر. انا قلت مش عايز اسمع السيرة دي تاني. هي يا حاجة اللي يلا تفضلي تفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجة، حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكاية موت ابوكي دي خالص؟ مش كفاية اللي جالك من تحت راسها؟ عايزة ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزة